ألو عسامة، خليت الإحاطة النفسية معك، تفضل. هكذا تبدأ الإحاطة النفسية. يتم إثر ذلك توجيه طالبي الخدمة مجانا إلى 200 أخصائي نفسي للمعالجة عن بعد. كورونا وباء لا أفق علاجي له، خلف في تونس كما في العالم ضيقا نفسيا كبيرا وفوبيا غير مسبوقة من مدى انتشاره وعدد ضحاياه. أي إنسان مستحق الإحاطة نفسية يتصل بنا، هو يتصل على الرقم الأخضر. في الرقم الأخضر بشرق متطوعين اللي هما طلاب متاع الطب، حسب الأعراض وحسب البروفيل متاع العبد اللي يتكلم، هما ياخذوا معلومات متاعه ويوجهوه إلى يما طبيب نفسي وإلا أخصائي نفسي وإلا طبيب نفسي متاع صغار. يعيش التونسيون ليزيد من 3 أسابيع على وقع إجراءات وقائية صارمة، حظر تجوال ليلي وحجر صحي شامل قد يمدد بقرار من السلطات. تقول الأخصائية النفسية إن التعامل السليم مع هكذا التضييق يحافظ على مناعة الجسم ويقويها في مواجهة الفيروس. كي انت باش تقعد في دارك وتشد دارك وما تخرجش، انت باش تحمي صحتك وباش تحمي صحة غيرك، خاصة الناس هذوكم اللي المناعة نتاعهم ضعيفة، خاطر انسان 80% من حالات يعني الناس تمرض وتبرى لاباس. نقعدوا منظمين الوقت اللي مستنسين نقوموا فيه نقوموا فيه، الوقت اللي نرقدوا فيه نرقدوا فيه، نبعدوا من الأخبار اللي هي تنجم تضرنا، معناتها يلزمنا ناخذوا المعلومة من مصادرها. يرزح التونسيون تحت وطأة أزمة اقتصادية قبل الكورونا، الآن توقفت الحياة بسببها وأصبح الناس بين ذيقين، المرض وقلة الحيلة، ما غذى التوتر والاحتقان الاجتماعيين. في ظل الحجر الصحي الشامل، تقول الإحصائيات إن الإشعار بوجود حالات عنف ضد المرأة قد ارتفع 5 مرات. الإحاطة النفسية ضرورية لمقاومة أي مرض، فما بالك بجائحة كورونا. فتح الفالح ميديان تي في تونس.